ابقوا معنا للمزيد من نحن الدببة الصغار بعد الفاصل. استعدوا لدخول برج أبطال التايتنز أو الرقص مع بنانا جو. لقد حان وقت جيم أون مع كارتون نتورك. فقط قوموا بالتوجه إلى روبلوكس وقوموا بزيارة جزر عروض كارتون نتورك المفضلة لديكم. هناك العديد من الألعاب التي يمكنكم الاستمتاع بها مجاناً. يمكنكم أيضاً جمع النقاط لترقية شخصياتكم والمزيد. توجهوا إلى روبلوكس وابحثوا عن كارتون نتورك جيم أون. في عالم عوالم عديدة، ثلاثة دببة صغيرة في مغامرة لا تنتهي. حلقات جديدة من نحن الدببة الصغار ابتداء من 5 يونيو على كارتون نتورك. التالي أبطال التايتنز انطلقوا. افتح الطريق لجلالة فخامة الأمير آيفاندو. إنها بداية مغامرة بطولية مع الأمير آيفاندو. حسناً، إنها بداية. أنت لطيف. العرض الجديد الأمير آيفاندو من الاثنين إلى الجمعة في الأوقات التالية على كارتون نتورك. من معي؟ ليقل الجميع يابا. هذا غريب جدا، هناك فريد فلينستون واحد فقط. حسنا، سأكون بام بام. هي أنت، أعطني العصا. كان علي أن أتوقع هذا. يابا دابا دودك. التالي على كارتون نتورك، العرض الجديد مغامرات الأمير البطل آيفاندو. تعالوا معنا إلى المكان الذي تعيش فيه أجدد عروضنا وتحدث فيه آخر المغامرات ونلتقي فيه أصدقاء جدد عند كل زاوية. هذا الشهر لدينا العرض الجديد مغامرات الأمير البطل آيفاندو. لنمرح معا في جادي جديد من الاثنين إلى الجمعة في الأوقات التالية على كارتون نتورك. دعونا نكتشف من هو هذا المخادع. إنه بوركي. ولا أفلتت بفالة لولا تدخلكم أيها المزعجون. فضل الصياح. قلت انظروا. وعلى المريخي. سيلفستر. وعلى الذئب. عجبا، يبدو أن هذا سيستغرق وقتا. روجر. ميشيل جي فروغ. أهلاً. هل أنت مستعد لكل ما هو غريب؟ سيكون هذا جيداً جداً. هلو جايز. هلو. أنا بداخل الثعبان. سامي سانسكرين. الشمس الصارخة. ماذا؟ فلافل، نحتاج إلى خدمة. لا. هل فقدت أسناني؟ هيا عودا أدراجكما. فقرة المختلف جيد من الاثنين إلى الجمعة قبل فقرة جديد جديد على كارتون نتورك. عشرة عشرة عشرة. ابقوا معنا للمزيد من مغامرات الأمير البطل آيفاندو بعد الفاصل. شاهدوا واربحوا مع الأمير آيفاندو وكارتون نتورك. اذهبوا في مهمة لإيجاد الشخصيات على الشاشة. أرأيتم شيئاً كهذا يطير؟ ثم توجهوا إلى cartoonnetworkarabic.com/win أو قوموا بمسح الكود وأخبرونا أي شخصية رأيتم. هيا انطلق وارفع رأسي من أجل النصر وهذه الجوائز الرائعة. فزنا. شاهدوا العرض الجديد آيفاندو على كارتون نتورك بالعربية.